ابو عمر 15/2/2012 احتراق احد انابيب النفط بسبب القصف العشوائي، حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس تختنق تموت اختناقا في حي ابو عمر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ما يجري لا يصدق. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، سحابة من الدخان الأسود تغطي حي بابا عمر. نحن الآن في الجهة الغربية من الحي،